وفوق انهم متعنتين وقافلين الشهر العقاري فوق ده كله، فوق انهم بيطلعوا باي حجه علشان ما يعملوش توكيلات للناس زي اللي قال عليها جمال عيد وغيره. يعني مره يقول لك اصل السيستم واقع، اصل الكهرباء قطعه، استنى اصل قدامك دور 300 واحد والدنيا فاضيه ما فيش حد. انت متخيل ده؟ فوق كل ده بلطجيه عبد الفتاح السيسي لسه بيقوموا بدورهم الوطني وبيعتدوا على انصار احمد طنطاوي، ولا في داخليه ولا هيئه عليا للانتخابات ولا اي جهه في جمهوريه الموز علشان تمنع المهازل اللي دايره في البلد كلها. اتفضلوا اتفرجوا. الأحمق خاين مصر وبايع أرضها للغرب، منزل بلطجية شاريهم بفلوسه وبسطوة محمود ابنه علشان يعملوا له انتخابات على قده. أنت واطي وهتفضل طول عمرك واطي. أنت واطي يعني قزم، مش قصدي حاجة تانية، وهتفضل طول عمرك كده حجمك مش حاجة تانية. علشان كده بتختار الأحجام اللي قدك، حتى الانتخابات بتعملها على فكرك برضه قزم زيك. مشهد تشوفه زي ما انت شايفه كده وتروح بيتك بالليل تلاقي الكذب والافتراء، تلاقي السامسونج بعت جهاز السامسونج بعت لهم علشان يغنوا عليك، علشان يبيعوا لك الأوانطة. سخافة معتادة وسماجة خدنا عليها بقالنا كتير، طبعا معجونة بشيء من الوقاحة، زي اللي هتسمعه من أحمد موسى أحد صبيان عبد الفتاح السيسي في الاعلام للاسف. اسمع معايا. الشهر العقاري فاتح، المكاتب الشهر العقاري شغاله طول الوقت، ولو في اعداد موجوده وده تعليمات من الهيئه الوطنيه للانتخابات، لو في اعداد موجوده برا الشهر العقاري لاخر واحد عشان ما حدش يتحجج، حدش حد من الشهر العقاري خالص لاخر واحد يفتح ويفضل شغال وموجود ويعمل الاجراءات، ومفيش اي مشاكل على الاطلاق. مكاتب الشهر العقاري مفتوحه، ابوابها مفتوحه جاهزه، والسفارات برا شغاله والقنصليات شغاله، حدش منع حد، حدش منع حد. ده في واحد مرشح واخد في بلده، بلده والله بقول لكم معلومه، بلده ملقاش 50 واحد يعملوا توكيلات في بلده، بلده ايوه انا بقول لك ما وصلوا يمكن 50 ولا اقل شويه من 50. يعني اهل بلده اكل محافظته اهل دايرته مش عارف يقنعهم عشان يخوض انتخابات وعايز يقنع شعب مصر. يا خبر. عشان تعرف حجم السخافه والتفاهه اللي احنا فيها، النظام بيعمل المشهد السمج، المشهد القبيح ده، يمنع الناس من انها تعمل توكيلات لاحمد طنطاوي، وبعدين يطلع صبيانه المستاجرين علشان يقول لك اصله مش قادر يجمع. يا عبد الفتاح يا سيسي مش هتقدر تشتري شرعيه ولا بطوله، مش هتقدر تشتري شعبيه، انت مكروه في الشارع وصبيانك مكروهين اكتر منك. مش بالافلام، ما انت بقالك 10 سنين على الحكم، فقرت الناس وعوزت الناس وزليت البلد وخليتها قد كده. هي مرياسه بالقوه وبالفرد وبالجبر، ما انتم فاشلين في كل حاجه يا جماعه. اللي حاصل قدامكم وانتوا شايفين، هات لي معلش الفيديو تاني عشان نقول لاحمد بيه موسى الناس بتتضرب قدام الشهر العقاري، مش احمد موسى، هات لي الناس اللي بتتضرب قدام الشهر العقاري من بلطجيه البلطجي الكبير عبد الفتاح السيسي. كلكم بلطجيه، اعلاميين بلطجيه وسياسيين بلطجيه، كلكم ورا صبري نخنوخ. شوف المشهد، احمد موسى مفيش حد، اللي لابسين دول ازرق دول اللي رايحين عشان يقولوا يحيى الامل، بيتم ضربهم ويتم طردهم والتعرض ليهم، وممكن تلاقي البوكس واقف جنبك كده ياخد 5 6 منهم مش مشكله، وده حصل بالفعل. ادي المشهد في مصر، صور غراب البين مرفوعه وكل الانتهاكات بتحصل، ويقول لك اصل الناس بتحبوا الحب مش بالعافيه ومش بالجبر.